سلام الله عليكم. المقاطعة ستستمر في رمضان ببساطة، ولكن هناك مشكل بسيط مع القليل من الناس. نحن نقول لهم في رمضان اشتروا من الشركات الصغيرة غير سنترال، وهم يردون الشركات الصغيرة لا تستطيع تلبية الطلب الكبير. فنرد عليهم: إن لم تجدوا حليبا غير سنترال فلا تشتروا الحليب بتاتا. يقولون لك: مستحيل مائدة رمضان بدون حليب. ماذا؟ هنا وقفة مهمة أقول لكم: نحن نحارب هنا من أجل قضية كبرى، قضية حياة أو موت، من أجل مستقبل أولادنا، من أجل مستقبل الوطن. نحن في حرب ضد الفساد والاحتكار، وأنت لا تستطيع التضحية من أجل ذلك ولو بكأس حليب. اسمع جيدا، إذا كنت اليوم تعيش في وطن مستقل فعليك أن تعلم أن أجدادنا ضحوا بحياتهم، ماتوا، قتلوا من أجل أن تعيش أنت اليوم في وطن مستقل. وأنت اليوم لا تريد أن تضحي من أجل مستقبل أولادك بالتخلي عن كأس حليب. أجدادنا ضحوا بالغالي والنفيس، تخلوا عن ملذات الدنيا ومتاعها، وأبوا أن يكونوا خونة للوطن ويستمتعوا مع المستعمر ويعملوا معها. تركوا الزوجة والابن والبنت وحملوا السلاح وماتوا. فكر فيها جيدا، سالت دماؤهم، ضحوا بها، ماتوا لتعيش اليوم بسلام، وأنت لا تريد التضحية ولو بترك الحليب. يا للأسف، ربما قد ترد علينا وتقول: وهل التضحية بكأس حليب هذا هو ما سيضمن مستقبل أولادك ووطنك وسيحارب الاستعمار الاقتصادي الجديد؟ أقول لك: قلها لنفسك، هذا هو نصيبك من هذه الحرب، جزء بسيط جدا. لن نطلب منك التضحية بحياتك ولا حمل سلاح ولا أولادك ولا متعك، فقط جزء بسيط. وعندما تجتمع جهودنا وجميع كل تلك الأجزاء سننتصر على الاحتكار الذي خنق البلد. وبوادر الانتصار واضحة والأدلة كثيرة جدا. مثلا بدأنا نرى النتائج التالية: المقاطعة فرضت نفسها على الإعلام الرسمي بعدما حظيت بتغطية دولية، الحكومة أجبرت على مناقشة المقاطعة بعد تجاهل طويل. كل هذا يعني أن أثر المقاطعة كبير جدا. شركة سنترال يدافع عنها الوزير الذي يحمل الجنسية الفرنسية لأنها قد ترحل عنا، وتفتح السوق أمام عشرات الشركات الوطنية الصغيرة لتعمل ويكسر الاحتكار. اقترب النصر، نحن في منتصف الطريق ولم يبقى الكثير. يا أخي، هذه الحملة ليست مجرد حملة لمقاطعة ماء وحليب وبنزين، لا تستخف بالأمر ولا تنظر له نظرة سطحية غبية. إن الأمر يتعلق بمقاطعة علمية مدروسة تستهدف أكبر المحتكرين الذين إذا سقطوا سيتحول الاقتصاد وسيضرب للشعب بعدها ألف حساب، خصوصا في الانتخابات المقبلة والتي ستكون بشعار مقاطعون. لكن الوصول لتلك المرحلة رهين بنجاحنا في هذه المقاطعة الآن. إذن لابد من مقاطعة سنترال في هذا الشهر حتى وإن بقينا بدون حليب. لا تنسى أننا نكمل ما بدأه أجدادنا، نحن نحارب الاستعمار الاقتصادي الذي يتمثل في الاحتكار. واجعلوا هذه المنتجات حرام إلى أن تخفض السعر أو تفلس. وشعارنا في رمضان: رمضان أحلى بدونهم. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.